السلام عليكم، اهلا بيكم معايا مره تانية. انا مروه شاهين. في فيديو النهارده هكلمكم عن عطر شغف من سويس اريبيان، والعطر ده للنساء. وخدوا بالكم انه نفس الازازه دي منزلين منها كذا اصدار، ولكن في اصدار شبيه قوي بالاصدار ده اللي هو شغف عود. بتبقى الازازه بتاعته لونها برضو جولد كده لكن مصمطه، وبيكون تحت كلمه شغف مكتوب كلمه عود، فخدوا بالكم لان ده مختلف تماما عن ده. في المقدمة بتاعتنا في ليم وفي ليمون، والليم هو برضو ليمون، ولكن الفرق ان الليم بيكون حامض قوي. يعني عارفين الليمون الاخضر اللي هو الحمضية فيه قوية جدا جدا، هو ده الليم. في قلب العطر فيه حلوى اللوز، وحلوى اللوز هي عبارة عن حلوى بتجمع ما بين الريحة المرة وكمان المسكرة، لأن بيكون داخل فيها اللوز بشكل مطحون، فبيدي إحساس شوية بالمرارة ممزوج طبعا مع كونها حلوة في حاجة كده مسكرة، شوية شبيهة بالكراميل الممزوج بالشوكولات، حاجة من النوع ده. كمان مع حلوى اللوز في تفاح وفي فوانيا. أما القاعدة العطرية فيها مسك وخشب أرز. خليني أكلمكم عن الريحة بشكل عام. هو العطر ده صيفي، يعني هو حمضي، المقدمة بتاعته ليمون، فانت بتحسي بإحساس الفريش، وبعد كده بتقابلك ريحة حلوى اللوز والتفاح والفوانيا تمام. وانا بحب جدا الفوانيا لما بتيجي مع التفاح، بحس ان هما الاتنين بيوزنوا بعض، بحس ان الفوانيا افضل اداء ليها لما بتكون مع التفاح. والقاعدة المتعارف عليها مسك وخشب ارز، وخشب الارز لو انتوا مش عارفين يعني بيكون ريحته عاملة ازاي، هو بيكون ريحة الخشب الجاف، يعني ريحة خشب جاف جدا، زي ريحة الخشب اللي في قلم الرصاص بدون ريحة الرصاص نفسه، فاهمين؟ طيب خليني اقول لكم انطباعي انا عن العطر. هو مبدئيا اداؤه من متوسط او من ضعيف لمتوسط، اداؤه مش احسن حاجة، وده فاجئني لان سويس اريبيان اصلا ادائها بيكون حلو جدا، خاصة ان هي بتبقى فئة سعرية مرتفعة عن لطافة مثلا او امبر او الكلام ده. لكن اداؤه ما عجبنيش، ما كانش هو ده المتوقع. وكمان المقدمة قوية زيادة عن اللازم. احساس الليمون هنا، انا اول ما رشيت العطر ده كنت غسل ايدي تمام، وبعدين عمالة اقول الهاند سوب ده ريحته حلوة قوي، بس انا جبته امتى؟ يعني انا عادة مش ببقى مركزة قوي، ببقى عندي مثلا حاجات فبتخلص البامب بتاع الصابون بملاه وخلاص. بس انا اساسا مش من الناس اللي بتروح على المنظفات اللي بريحة الليمون، ما بحبهاش يعني، مش بستلطفها، فلا بجيب حاجات للارض بريحة الليمون ولا صابون ولا شاور جل ولا الكلام ده. لكن انا حسيت ان انا غسلة ايدي بريحة هاند سوب ريحته ليمون، فتمام. وعمال اقول الريحة ثابتة، الريحة ثابتة، طبعا ثابتة لان انا في دماغي ان انا غسلة ايدي بس، يعني بهاند سوب، يعني اللي هو ريحته ثابتة ليه اصلا بالشكل ده. فاكتشفت ان هو ده ريحة العطر نفسه، هي ريحة درجة جدا بتشميها في الشاور جيل اللي بالليمون، بتشميها في صابون الحلاقة الرجالي، بتشميها في حتى الحاجات اللي بتمسحي بيها الارض اللي فيها ريحة ليمون. الريحة كانت بالنسبة لي بصراحة وكسة مش صدمة، لا وكسة. ليه؟ لان الريحة سيئة جدا. انا بحب الليمون في العطور جدا، ولكن مش بالكيفية دي، مش بالطريقة دي. كل ما هو بعد الافتتاحية نقدر نقول ان هو جاي لنا كده من بعيد، بيحاول يكون موجود في العطر لكنه مش موجود. حلوى اللوز كل اللي هي عاملاهولي ان هي مزودالي احساس المرارة اللي جاي من الليم اللي في المقدمة العطرية، وشوية شوية لما العطر بقى بيكون الى زوال، يعني مثلا بعد ساعتين مثلا، ابدأ احس ان في ريحة مسكرة وفي احساس كده مسكي خفيف، ولكن انا ريحة برضو الليم والليمون مسيطرة هنا جدا جدا فوق الخيال. يعني انا افهم انه ممكن يكون في افتر شيف مثلا بريحة الليمون،
كولونيا بريحة الليمون، ولكن عطر ومصنف ان هو حريمي بالشكل ده انا حاسة انه لأ، يعني كانوا غير موفقين في. وبعدين هو كمان مش يوني سكس، ده هو حريمي. العطر مش من وجهة نظري، يعني مش عشان انا ما بحبش التوليفة، لا التوليفة بالنسبة لي كويسة جدا احبها، ولكن عطر يوجع البطن ويقلب المعدة ويحسسك انك انتي هو اخره يبقى شاور جل، يبقى هاند سوب بس، يعني ده اخره. لكن يبقى عطر ارتديه واستمتع بيه، ولا ينفع ان هو يبقى في جيم، هو عطر سوبي، يعني سوبي بحت، ليمون، يعني عطر الليمون سوبي كده، تحسي فيه باحساس الصابون، احساس بقى الحلوى بتاعت اللوز والتفاح والفانيليا والكلام اللطيف ده، زي ما قلت لكم في النهايه بيبقى فيه هنت كده من بعيد لا يذكر يعني. ولكن لو انتي من عاشقي الكولونيا اللي بريحه الليمون، هو منعش جدا، يعني العطر ده منعش جدا، منعش زياده عن اللازم، يعني اللي هو بقولك كانك رشه كولونيا بشكل قوي جدا، لان ليم وليمون الاتنين في المقدمه لوحدهم حساهم برضو اوفر. وانا لما شفته انا توقعت ان هو هيديني احساس زي ويك اب بتاع اوريفليم، يعني هتبقى حاجه كده فريش مع حته سويت او جورماند اساسا كمان، لانه في حلوى اللوز مع حته كده مسكيه حلوه، فقلت هتبقى توليفه متوازنه وتحفه. لا، هو الاحساس الجورماندي هنا انا مش حاسه بيه خالص ولا لاقياه اساسا. العطر هو مناسب لاي حد يكون بيحب ريحه الليمون بالشكل الاوفر ده، وانا رايي ان هو ينفع يوني سكس، وان كان هو اقرب للذوق الرجالي اكتر ككولونيا، حتى مش كعطر، انا مش شايفاه ان هو ينفع عطر. وهو ممكن لو انت من الناس اللي بتحب مثلا تاخدي حاجه الجيم تديكي احساس بالفريشنس، مثلا انك انت بتحبي تستعملي حاجه شبه كده الصبح. اللي انا بس يعني ممكن اكون قررته وبحب ان انا اكد عليه، انه انا ما بكرهش ريحه الليمون في العطور، بالعكس انا بحبها وبحب الريحه العشبيه اللي بتبقى من الليمون، بحبها جدا. لكن هنا حتى الورد، يعني احساس الفوانيا مش موجود، انا مش لمساه قوي موجود، ولكن اللي هو بفضل اجيب ايدي بقى اشم فيها قوي، انا عايزة استخلص الروائح الحلوة دي، يعني فين التفاح، فين حلوى اللوز، فين الكلام ده في العطر ده. فالعطر ما هو الا ليمون، كولونيا ليمون مع شوية حاجات كده بتسند على الليمون، لكن هنا ريحة الليم مع الليمون قوية جدا جدا وتكاد تكون منفرة. يعني مهما كنا بنحب الحاجة، اذا كانت كميتها كتيرة بشكل اوفر اعتقد ان هي هتبقى منفرة. فبصراحة العطر ده ما عجبنيش لاداء ولا ريحة، وطبعا سعره كمان غالي جدا عليه. هو مفيش فيه حاجة حلوة غير الباكج بصراحة، شكله حلو، مسكته حلوة، وعلى فكرة كمان العطر 75 ملي، يعني كمان مش 100 ملي، فهو بصراحة مفيش فيه ميزة. يعني انا من الحاجات القليله قوي قوي، انا حتى لو العطر مش عاجبني ما بندمش ان انا جبته، بتبسط بالتجربه وان انا اكتشفت انا حاجه مثلا مش حباها او توليفه معينه مش على هوايه قوي، وبحاول مع نفسي مع الوقت. ولكن العطر ده انا ندمت ان انا جبته، لانه هو ذوقي، ولكن التوليفه غلط، يعني النسب اللي محطوطه بشكل عشوائي، في استهتار كده، اللي هو في اسراف قوي في الليمون في العطر ده بصراحه. وبس كده، ويارب يكون الريفيو عجبكم، ويارب تكونوا استفدتوا. ولو حتى استفدت ان انت تقرري ما تجيبيش العطر، فانا بالنسبه لي دي حاجه كويسه جدا. لو حد منكم جرب العطر ده يقولي رايه فيه ايه، لو حد شمه حتى برضو قولي رايه فيه ايه. وما تنسوش بقى اللايك للفيديو، واشتركي في القناه لو انت حابه تشوفيني مره تانية، وما تنسوش كمان الدعوه الحلوه اكيد. دمتم بخير، دمتم جميلات، السلام عليكم.